صراحة انا شفت داك الفيديو حس في نفسي بزاف بزاف بزاف. انا زعما رسالتي للوالدين سيرتو خصوصا الامهات، الا كنتو غتعذبوا هاد الوليدات زعما من الاحسن الانسان ما يولدش، يعني ما لانه باش تشوف داك البنت في داك الحاله كيفاش غتكون نفسيتها من غتكبر، كيفاش غتكون غتبدا تخاف من ابسط الامور. والعنف زعما عيب الواحد يعنف هاد الوليدات، الا ما قادرينش عليهم الواحد ما راه كاينين الناس اللي محتاجين يربوا وليدات، كاينين الناس اللي محتاجين يتبنى وليدات. والله يهدي ما خلق، زعما عيب وعار انسان يشوف بحال هاد هاد الشيء، عيب وعار، عيب وعار. انا بالنسبه لي هذه ام ما غتكونش في الوعي ديالها، يعني غتكون عندها شي حاله نفسيه، ما حيت حتى شي واحد ما غيبغي يكرفس وليداتو بهذاك الشكل وبهذيك الطريقه. نقدر نكون كنربي مثلا ولدي ولا بنتي ومثلا غنضربو اللي ما غنخليش ليه ماره، يعني غير باش نربيه ولا هذا، ولكن باش نخلي ليه ماره ويديها مضروبه وعينيها وواحد الاثر ديال العنف كبير في الجسد ديالها، يعني عيب 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 وعار. المراه والام، المرأة بصفة عامة من طبعها الحنية ومن طبعها المعاملة الطيبة مع وليداتها وهي القلب الكبير، وما كنظنش الإنسان غيوصل لهذه الحالة إلا كان كيعاني من واحد المرض نفسي، ما كنظنش. ورسالتي الامهات، الا ما كنتوش غتقدبوا وليداتكم زعما انا امون نافي انكم ما تولدوهمش ولا عطيوهم الناس اللي يقدروا يربيوهم. هذا العنف هذا راه بزاف ديال الحالات كاينين هكايا، كيكونوا بعض الامهات معصبين او مريضين او تيخصهم اول حاجه بعدا وهو هاد العيالات هادو يتعالجوا. كنطلبوا من هاد الرجال هادو يعالجوا هاد النساء هادو اللي هما في هاد الحالات هادو، اما كتكون مريضه او كتكون معصبه او كتكون مجنونه خصها العلاج باش يحتفظ على داك الوليدات هادوك وجميع العيالات الله يهديهم وصافي. وما غاديش نخليها دير لهم هذه الحاله هذه، لانني الوليدات راه طريف من الكبده ديال الانسان اللي هو والدهم وربي عليهم الكبده ديالو، راه ما يمكنش له يشوف ولده يتعنف لا من طرف خوه ولا من امه ولا من عمه ولا من اي حاجه. ما يمكنش لي نخلي ولدي يعنفوا لي شي واحد جامي. الله يهديهم ويحاولوا مع النساء ديالهم والعيالات الله يهديهم، راه كاينين البعض ديال العيالات مجنونات ومعصبات ولا اله الا الله وصافي. اما راه الاباء مازال الاباء ما كيدير هكا وهكا يحاول باش يقاد المستوى باش ما يشوفش هذيك الوليدات في العنف ويشوف بزاف ديال الحويجات. والله يهدي هاد العيالات هادو، وكنقول لهم لجميع الامهات اللي معصبه واللي مريضه ما تخويش الجنون في ولادها، تحترم ولادها وتحترم راجلها وشكرا. الحادثه وهاد الواقعة اللي وقعت لها الطفله هذه، ولكن عموما الاعتداء على الطفل يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون، وبالتالي ما عنديش الحيثيات وما عنديش الظروف اللي وقعت فيها هذه الحادثه هذه، ولكن كيف ما كان الحال لا يمكن أن نقبل مثل هذا السلوك. يعني إذا تم بالفعل، أنا ما كنعرفش هي السيدة وما كنعرفش هي بنتها وما كنعرفش، ولكن انطلاقا ما تم حكيه أنه لا يمكن التسامح والتساهل مع هذه السلوكات وهذه الأفعال الإجرامية اللي مثلا تتعرض لها الأطفال عموما. وبالتالي القانون واضح في هذا الإطار، هذا راه عقوبته راه بيان سور تتراوح ما بين 3 سنوات الى 5 سنوات حسب الجرم وحسب طبيعة الافعال المرتكبة ضد هذه الطفلة. هذه تيبقى ان هذه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية اللي كيعرفها ماشي غير مجتمعنا ولكن جميع المجتمعات، بحيث ان عوامل من بينها الامية، من بينها البيئة اللي كتعيش فيها مثلا الأسرة، من بينها الوضعية الاجتماعية ديال هذه الأسرة، ولكن مع ذلك كل هذه الأشياء لا تبرر مواجهة الأطفال بالعنف. إن الطفل يبقى دائما طفل ويجب التوجه نحوه في علاقات يسودها الحب والطمأنينة وحفظ الكرامة ديال الطفل. صراحة بالنسبة يعني الفيديو، يعني شكل واحد
يعني راي ديال المجتمع كامل ما عجبوش الحال، زائد ان يعني الام باش تشوف دير بحال داك الشكل كنظن راح يعني روح ديال الامومه ما كايناش، و انسان كيف ما كان الحال يعني الاولاد ما يعني القيم الدينيه والقيم الانسانيه، ونجي نشوفوا حتى المجتمع الدولي راه ما تسمحش كاع يدير هكاك تنظن. وبالنسبه للعنف يعني شي حاجه يعني غير ضروريه بالمره، وما خاصش يعني حتى الامر باش يوصل للتعنيف ما خاصش تكون، هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما انا كيبان لي داك الانسان الصراحه اللي يدير الولاد بحال داك الشكل تنظن خاص يعني تشوف يعني شي طبيب نفسي او شي حاجه، باش انسان باقي مازال صغير ودير ليه بحال داك الشكل كنظن حتى واحد ما يقبلها. رسالتك كل الصراحه هي الوليدات هما يعني فهمتي الجيل الصاعد، تنظن اول جيل اصلا اللي كي اللي غيخلف خلفك زعما انت، ما كنظنش خاصك دير شي حاجه بحال داك الشكل، داك التصرف ما ماشي هو هذاك. نتمنى كاع الوالدين ديال المغرب كامل ولا بصفه عامه يتهلاو في وليداتهم هما اللي عندهم. هذا الفيديو هما هادشي اللي دارت فيه الخاطئ، مايمكنش زعما البنت واخا دير اللي دارت مايمكنش تعاقبها بحال هكاك، ومايمكنش اصلا تضربها. والبنت اللي جينا نشوفو البنت مازال صغيره، يعني يمكن دو معاها غير بتصرف فهمتيني تصرف عقلاني، يعني هادشي حشومه، يعني امها مراه كبيره خاصها هي اللي تكون عاقله، يعني تصرف غلط. تصدمت وجاتني البكيه، يعني فهمتيني تخيل شي واحد كنعرفو ما عجبنيش الحال. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.